شباب الوزاد وضيفه شبيبة القبائل، لعبت بملعب 20 أوت وانتهت لمصلحة الشباب بهدفين لواحد ليواصل أبناء العقيبة حظهم للنقاط والاقتراب أكثر من تحقيق لقب الموسم للمرة الثانية على التوالي وثامنة في تاريخه. سجل للشباب كل من نساخ وسعيود بينما بصم على الهدف الوحيد للشبيبة المهاجم بولحية. فوز رفع من خلال أبناء العقيبة رصيدهم إلى 69 نقطة في المركز الأول، بينما تواجد أبناء جرجرة في الصف السابع ب 52 نقطة. بلال هرنون عاد بالتصريحات التالية. Match de bonne facture face à une bonne équipe du CRB, ça ne s'est pas joué à grand chose. Mais bon, on a quand même beaucoup on avait quand même des joueurs majeurs qui étaient absents. Et puis c'était le 49e match de la saison, pour une forte chaleur, donc les joueurs sont à féliciter. Amazing game today afternoon. مباراة رائعة عندما اجتمع أفضل ثلاث فرق في الجزائر، شباب الوزداد وشبيبة القبائل، منشط نهائي كأس الكاف، إلى جانب الفريق التحكيمي الرائع. من الطبيعي أن يكون مستوى اللقاء جيدا. احنا كما يقول لك خممنا وديسيدينا لازم الماتش هذا لازم نفوز بلي 3 بوان، باسكو هاد لي 3 بوان راح يسهلوا علينا بزاف لي ماتش اللي باقيين. والحمد لله فضل المجهودات تاع اللاعبين الطاقم الفني وكامل الاداره وكل وين سي فري ما دوميناش بيان البالون، مي اللي كان يهمنا لو بليس امبورطون هما لي 3. هذا واكد الناطق الرسمي لشبيبه القبائل ميلود عبود بان فريقه سيركز اكثر على نهائي كاس الرابطه الذي سيجمعهم امام نجم مقرى اكثر من نهايه البطوله كون حظوظ الكناري في المنافسه على لقب هذا الموسم جد ضئيله. النادي يهمنا اساسا، يعني نقول صريح معك ومع الجمهور الرياضي وحتى الانصار شبيبة القبائل، اللي يهمنا هي الكاس رابطه، يعني هذا لان البطوله ما نقولش بان بعد، ولكن بعد على التحصل على المرتبه الاولى هذا ما كانش، يعني ما نكذبوش على روحنا، ولكن الكاس رابطه هو اللي يهمنا اكثر، لان هو اللي اذا تحصلنا على الكاس راح نشارك في مره اخرى.